ويسعدني ان يكون معايا النجمه الجميله المتعلقه دائما بشرى، بقول لك منوره طبعا معرض الفنانه التشكيليه ريهام العدل. انا سعيده جدا يكون النهارده مع ريهام العدل في افتتاح المعرض بتاعها. ريهام مش بس من عائله العدل، لا ريهام يعني من اشطر الناس المتخصصين في العلاقات الدوليه والعلاقات العلاقات العامه عموما، من اشطر الناس. وبعدين لا انا تربطني كمان بيها صله لا ليها علاقه لا بعائلتها ولا ليها علاقه بان احنا زملاء في مهرجان الجونه مع بعض، ليها علاقه بان انا زمان كنت بروح مؤتمرات ومعسكرات لتنميه قدرات الاطفال وتعليمهم حاجات مهمه، ودي من احد المعسكرات دي كان معسكر تابع للمخرج الكبير علي بدرخان جمعية النسور الصغيرة. كانت ريهام وقتها لسه في الجامعة، لكن هي كانت الكابتن بتاعي وكانت المسؤولة عن التيم بتاعي ومن أوائل الناس اللي أمنت بيا. بقى المعرض كان لازم تيجي يعني أوامر عليا. أوامر عليا، لا وهي أول من آمن بيا، فأقل واجب إن أنا أكون موجودة معاها في أول معرض فعلي. وأنا كنت متفاجأة، أنا ما أعرفش إن هي عندها اهتمام حقيقي بالفن التشكيلي. بقى لها سنتين بس. موضوع جديد، بس لما شفت مستوى اللوحات والتنوع بتاعها في الألوان وفي الأحجام وفي التشكيل وفي طريقة طرح الفكرة وموضوع كل لوحة وعنوانها، اتفاجئت، قلت انت ازاي كنت مخبية المواهب المدفونة دي. فأنا كمان بحب الفن التشكيلي قوي قوي قوي، ويعني أحب أحضر معارض دايما طول الوقت، لأني شايفة أنه إذا ما اهتمناش بالفن التشكيلي معناها أن الفن اللي أنا بقدمه سواء سينما أو مسرح أو تلفزيون أو غناء منقوص، لأنه الفن التشكيلي بالذات بيتدخل في كل الفنون.